غادي ناخذ معنا هذه المره فاطمه من القنيطره، غادي نشوفوا الوصفه اللي غادي تقدم لينا. فاطمه مرحبا بك معنا. اهلا اهلا وسهلا. صباح النور، مرحبا بالقنيطره. اهلا وسهلا. الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. انا نديك واحد البسكوت سيداتي ما كيقدرش ياكل الخبز في الصباح. اييه بسكوت. كناخذ نص كيلو ديال الطحين، كيلو ديال الطحين، كميه معجونه حسب الجو، يا سخون يا بارد. ديال الطحين مليحه. شحال الملح فاطمه؟ نعم. شحال ديال الملح؟ تقريبا 10 غرام في نص كيلو. نعم. هذه تبقى ديما 10 غرام في نص كيلو. 10 غرام في نص كيلو. نعم. 30 غرام ديال السكر. 30 غرام ديال السكر. اللي ما عندهاش الميزان دير مثلا معلقه كبيره ونص. نعم. بيضه. احسن، لان كثير السيدات ما عندهمش الميزان في الدار. نعم. فمن الاحسن يلقاو البديل. نعم. بيضه. 30 غرام ديال الحليب غبره. 30 غرام ديال الحليب غبره. 60 غرام ديال الزبده. 60 غرام ديال الزبده. 275 غرام تلما، انا عطيتهم مضبوط باش ما يجريوه وما يقصحوه. نعم. 250 غرام برو. نعم. ديالاش 250 غرام؟ 275 غرام ما. 75 غرام. كنخلطوا كل شيء وكيتدلك مزيان وكيبقى يخمر. ونعاودوا ندلكوه ونديروه مثلا على حسب المول ديك طوله الكيك. نعم. يعني تقسم على جوج ولا ثلاثه. نعم. هو مثلا الطريقه باش كيجي مشبك من الداخل، خاص السيدات تلقوا بحال الخبزه، بحال غنقرصوا الخبز وعاد تبرموا تلوي بودان. عاد ديروا في المول. نعم. وتخليه يخمر وتدخلوا الفران. نعم. من يخرج يبرد تقطعوا مستطيلات. نعم. غيخرج دي كارو. نعم. بحال كيتباع في لي باكي. وترجعوا للفران. نعم. هو عندك بسكوت يعني زوين ما. اذا نعاودوا المقادير، قلنا نص كيلو ديال الطحين. نعم. ياك 10 غرام ديال الملح، 30 غرام ديال السكر، بيضه، 30 غرام ديال الحليب، 30 لتر ولا لا 30 غرام حليب غبره. غبره. و 60 غرام ديال الزبده. نعم. وشحال قلنا ديال الماء؟ 275 غرام ديال الماء، لتر ديال الماء. نعم. وتخلط كل شيء ويتدلك ويتقرص ويرجع بوده ويدخل في المول ويخمر والفران. نعم. ومن كيخرج كتقطع شكل فقاس مثلا واحد سنتيم شويه يكون غلاز ويرجع للفران كيتحمر كيجي في حال ديال الزنقه، لا في الطيبه لا في كل شيء. نعم نعم. اذا تبارك الله. لا تبارك الله عليك، شكرا لك. ان شاء الله مره اخرى. وهذا البسكوت هذا الطريقه ديالو سهله وغيبغيوه كثير ديال السيدات. وقفه اعلانيه ونرجع نواصل.